ثم توافق وطني الحد الأدنى اللي هو احترام الدستور، الخيار الديمقراطي وبناء الجمهورية الثانية. احنا سيد رئيس الحكومة نحب تعطونا زوز ثلاثة إصلاحات واضحة. بعد عام من الحكومة حاسين انه في الملف الأمني فما جهد كبير، عنده إيجابيات وسلبيات ولكن فما جهد كبير. في الملف الاجتماعي فما ترفيع في الأجور، فما قضايا قاعدة تعالج. مشكلتنا في الملف الاقتصادي، ما فماش إنتاجية، ما فماش ديناميكية في الاقتصاد متاعنا. فطلبنا من السيد رئيس الحكومة أنه محور التغيير الحكومي يكون في الملف الاقتصادي. هذا ما زلنا قاعدين نقيمه، هل تم بالشكل اللي تمنيناه في حركة النهضة ولا لا؟ في بعض التحويات اللي نقلها تفسير من أيدها، خاصة على مستوى وزارة الخارجية بحكم مردود ضعيف ومردود كاش في مستوى على مستوى العلاقات الخارجية التونسية، لكن ثم تحويات أخرى لم أجدها تفسير، وربما تخفي قد تخفي بعض المناشر خلفية في إطار محاصة أو ترضيات حزبية، بحكم أنه ما ثمش حزب واحد يحكم، أنه هناك رباعي يحكم، وبالتالي في إطار خلق نوع من التوازن السياسي أو خلق من التوافق في النشد السياسي يحاول يحققوا تمثيلية لكل أحزاب المساهمة في الحكم. لكن الخوف وكل الخوف أنه هذه الفكرة هذية قد يكون على حساب المصلحة الوطنية وحساب مصلحة البلاد، لأنه مش بالضرورة المفروض أنه يكون الأولوية المطلقة للكفاءات. لم يقع الاستشارة الإجابة الشعبية في أي يعني تحويل سواء تعلق الأمر بأي وزير كان. طبعا نعتبر أن هذا التحوير هو يدخل في إطار استجابة لضغوطات سواء كان حزبية ومحاصرة حزبية استفادت منه حركة النهضة أولا، واستفاد منه الاتحاد الوطني الحر بزيادة وزير. نعتبره مسيب، وفما مش فما مش تحويرات، فما زاد ثغرات سكرنا الوزارات الفارغة معناها. لكن أنا حبيت على مستوى الاتصال الحكومة تختار شاب ولا شابة تونسية تكون هي اليوم الناطقة الرسمية لها، لأن احنا الحكومة لازم اليوم تواجه للشباب. هذا التحوير المثالي هو تحوير كمي لا غير، ليس تغيير نوعي، أي أنه باش ينقل الأداء الحكومي إلى معناها تطور أرقى وتطور معناها نوعي أحسن، وإنما هو تغيير كمي طفيف أسوأ مما كان عليه، باعتباره أنه قائم أكثر على المحاصة الحزبية وعلى أساس الترضيات معناها السياسية لغير. للأسف تحوير صار باش تقسم النهضة والنداء، يقسموا السيستم، يقسموا الماكينة، ماهوش باش يقسموا هموم البلاد، مش باش يقسموا البطالة ويهزوها، مش باش يقسموا المسؤولية، وإنما باش يقسموا معناتها الامتيازات ويقسموا البلاد. مالوغوزمون سي تريست، هذيك هي الحقيقة. أنا وقت اللي رئيس حكومة يقرر تعديل وزاري إراء الأصل ينبغي مساندته إلا إذا تبان فيه حاجة غير مقبولة، وما ريتش أنا معناها شيء يدفع إلى أنه ما نزكلوش التحوير، لأنه كلفت رئيس حكومة وقلت له نحب نحقق نتائج ونحبك تخدم، يلزم تعطيه الفرصة. العام الأول كان فيه ظروف صادقنا على حكومة، جاء بعدها قال نحب نزيد نعطي ديناميكية أفضل للحكومة إلى آخره، تزيد تعطيه الفرصة وتستجيب له باش ينجم يخدم. في مجمله نجم نقوله مقبول، في مجمله مقبول. الخيارات اللي تتبع فيها الحكومة هذه هي الفاشلة، وليس الأشخاص، لأنهم ما هم إلا موظفون الوزراء ينفذوا في سياسات الدولة. التحوير الوزاري هذا عنده ملامح يعني لا تبشر بخير. أولاً جاي في إطار محاصصة حزبية بعد أن انشق من انشق عن حزب الأغلبي وهو نداء تونس، وجاء في إطار ترضيات. بعض الوزراء الذين تم إزاحتهم لم يكونوا الأكثر فشلاً. التحوير هذا يتم في إطار تسوية داخلية تهم ائتلاف حاكم وتوازنات تهم أحزاب الائتلاف الحاكم، لا عندها علاقة بالملفات الوطنية الحارقة، لا عندها علاقة بحاجة التوانسة، لا عندها علاقة باللي يعانيوا فيه التوانسة، وبالتالي تحوير وزاري باهت بلا جسد ولا روح، ما عنده حتى منطق إلا تسويات داخلية احنا مش معنيين به.
بصراحه هي تحوير الوزاره على مستوى وزاره الداخليه كان مفاجاه للجميع، حتى للنواب كتله النداء ما عندناش ما توقعناهوش وما عندنا به حتى علم. واحنا اللي لاحظناه انه مردوده في الوزاره الداخليه كان ايجابي، رغم الوضعيه الصعبه اللي مرينا بها ورغم الضربات اللي واجهتها تونس المفاجاه والغادره، لكن القوات الامنيه على الاقل اللي يتبع في نشاطها ويتبع في تحركاتها فطنت الى انه ثم قيمه كبيره للمخابرات وثم قيمه كبيره للاستباق، واحبطوا عديد من العمليات وكشفوا على عديد من الخلايا اللي هي مستعده لاي عمل تحضر من المستقبليه واحبطوها وحلوها. لكن هذا بصراحه ما نلقاو حتى تفسير، وما نعرفش ما في المستقبل يخفي التفسير ولا نلقاو اجابه في المستقبل. ما نعرفوش علاش، خاطر احنا المفروض حتى كان هو مثلا نتيجه الضربات اللي صاروا معناتها سواء في بارد ولا في سوسه ولا في محمد الخامس، التحويل يكون على اثره، معناتها التغيير يكون على اثره، لكن هو قعد به توا نحاه. اما انا واش نقول لك مثلا، انا نقول لك علاش تحط هذا، ربما تنحى باش تحط هذا جديد، الجديد هذا اللي هو تنفيذي، معناتها وزير نتاع الصحاحه، جابونا وزير تاع الصحاحه، ربما هم يحبوا وزير تاع الصحاحه باش تصح لهم. اي مش وهنا مش كيف كيف، علاش قلت لك ماهيش حكومه في الامان المرتقبه. هل شارف نجم الغرسلي على بلوغ الخط الاحمر الذي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه؟ هذا ما نعتقده، نعتقد انه ممنوع على اي وزير ان يتناول من المسائل ما هي محرم عليه، والتحريم يجي من الاطراف النافذه ويجي يعني على خلفية لقاء الشيخين حتى بعد الانتخابات، ما أجمع عليه الشيخان جناح الطير التونسي هو اللي يصير، وما لم يتفق عليه الشيخان لا يحصل. قالة وزير الداخلية كانت مفاجأة بالنسبة لنا، احنا قابلنا السيد رئيس حكومة أكثر من مرة وما كانتش محور تم الحديث فيه، لذلك هو قرار سيد رئيس الحكومة. بشكل عام التحوير يعني احنا ماناش راضيين عليه بالشكل المطلوب. حركة النهضة تمثل وعندها ثلث مجلس نواب الشعب، مش باش نقولوا احنا يلزمها ثلث التركيبة في الحكومة، ولكن بعاد برشا ونعتبروا انه حركة النهضة حجمها ماهوش ممثل في الحكومة. رغم هذا احنا باش نصوتوا لها، ما ريناش معناها نقاط سلبية، رينا فما عمل جاد لمكافحة الإرهاب، رينا عمل جاد حتى في الإصلاح، وهذا في كان أعطانا تفاصيل نتاع خطة الإصلاح في المؤسسة الأمنية نهار اللي قال سيما عليه، لكن باش نجاوبك هذا ما نجم نجاوبك كرئيس حكومة، هو اللي عنده تقييم تفصيلي في الموضوع هذا. ثم تفاصيل حتى حد ما نجم يعرفها إلا رئيس الحكومة، وهو لم يفصح عن ذلك بكل صراحة. الأمر متعلق بالمحاصصة الحزبية وتوزيع الحقائب، لأنه نحن نعرف أنه تم يعني إلغاء خطة كاتب الدولة، وطبعا كاتب الدولة للجماعة المحلية باش يلقى نفسه بدون حقيبة. إذا العملية تمت بالتضحية بنجم الغرسلي لصالح كاتب الدولة للجماعة المحلية، وطبعا هذا فيه إرضاء المختلف يعني مكونات الائتلاف الحاكم، وخاصة يعني النهضة والنداء. هو سيد رئيس الحكومة عمل التحويل، قال راني قبل عمل تقييم، وعلى اساس التقييم هذاك انا هذا وغير الاخر. شخصيا لا اعتبر انه القرار هذا موفق، بمعنى انه رئيس الحكومه هو اللي شكل الفريق نتاعو، وهو عنده كامل الحريه في تركيبه الحكومه في هيكلتها. رئيس الحكومه ما اعتبرش انه كتاب الدوله عندهم دور هام في الحكومة، فلذلك مشى في إلغاء كل كتاب الدولة، وهذا هو عنده الحق فيه. قد يكون أنه بقدر ما نقلصوا من المناصب، بقدر ما تكون ربما الاقتسام هذا مش يكون في إطار ضيق، وبالتالي كل واحد مش يرضى بما هو موجود في إطار ضيق، وبالتالي بقدر ما تكثر المناصب، بقدر ما تكثر المشاكل في كيفية توزيعها وكيفية تحقيق التوازن بين مختلف الأحزاب المساهمة في الحكم. الرقم ضرة، خاطر احنا عندنا ملفات كما ملف المواطنين في الخارج، ملف تاع الهجرة، كما ملف تاع ذوي الإعاقات، كما ملف تاع المفقودين، كما ملف تاع الشهداء، هذه كل احنا بكتاب دولة، وحتى نخدم ملفات هذيا، فتسوى انت بلاش كتاب دولة، وان بلوس عندك وزارة نتاع التنفيذ، دونك حقيقة ثم مشكلة كبيرة. الدستور واضح، تتكون الحكومة من رئيس حكومة
ووزراء وكتب دولة، ما نتصورش ثم حد مفوض يعني رئيس الحكومة ينجم يغير وزير كاتب دولة بكاتب دولة آخر، ينجم يحذف كاتب دولة كاتب دولة في وزارة من الوزارات، ولكن لا يستطيع وليس له صفة دستورية لإلغاء وظيفة كتابة الدولة. في الحقيقة مش صحيح، ما تمش يعني تقليص من الحكومة، زادت الحكومة، وزارة الداخلية انقسمت على زوز كيف كيف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم انقسمت على زوز، وزير مستشار معناها الخطة هكا مبهمة شوية، اليقظة والاستشراف، ماذا يعني مستشار حول اليقظة والاستشراف؟ هو أنه ثم موضوع متاع النجاعة، موضوع متاع النجاعة يعني في بعض الحالات ثم بعض كتاب دولة معناها ما نجموش يتموقعوا كيف ما يلزم داخل الإدارات متاعهم، هذا البعض. بالنسبة لي البعض الآخر اللي أعلموا أن السيد رئيس الحكومة يعني في إطار التقسيم الإداري اللي يخوله له القانون باش ينجم يعملوا، هو ناوي باش يحول بعض هياكل إلى هيئات عامة داخل الإدارات وسيشرف عليها كتاب الدولة هؤلاء. التعيينات هذه تمت على أساس ترضيات حزبية، يعني هم يدعوا أنهم التشكيلة هذه معناها جاية في إطار سياسة التقشف، بالعكس هم وسعوا في الحكومة وكثروا عدد الوزارات، وهناك وزارات لا معنى لها، وهناك وزارات قسمت في شطرين مثل وزارة الداخلية، يعني أزيح كتاب دولة ربما كانوا ينتمون لطرف معين أو لجناح معين في حزب معين. رئيس الحكومة كنا نعتقده أنه إنسان مستقل، وفي بداياته كان حاول أن يبرز أنه إنسان مستقل، ولكن المشهد اليوم رديء جدا وبايخ جدا، وما فيش حتى استقلالية، لا في استقلالية على أطراف حزبية لهنا مؤثرة، ولا في استقلالية إلا على جهة أجنبية. الوزارات بعضها يحتاج إلى كاتب دولة وبعضها ما يحتاجش إلى كاتب دولة، هذاك علشان في الملاحظة متاعي في المداخلة متاعي ذكرت رئيس الحكومة كونه راهو معناها نصحته بكونه ما يكونش الرأي هو أنه إما ثم 14 كاتب دولة ولا ما ثم حتى كاتب دولة، لا بالوزارة، وأظن ثم بعض الوزارات تحتاج كما الخارجية كما الفلاحة كما وزارة التنمية والتعاون الدولي، هذوما كلهم يحتاج الوزير إلى كاتب دولة يعاون. أعتقد أني معناها عدم رضاهم على تحوير وزير فقط يعني سيقع التحكم في هذه الموجة من الغضب، ما تنجم تفهم هذه إلا بعد التصويت. عن احترام احنا لكل أحزاب المشاركة في الائتلاف، ونعتبر أنه القلق هذا ممكن لأسباب داخلية تهم نداء تونس، نوع من الإشكاليات اللي موجودة إن شاء الله تكون مرحلية. احنا نعتبر أنه رغم الشيء هذايا طالبين لأنفسنا فرضين على أرواحنا وعلى ماذا بينا كل الأطراف. هناك بعض نقول بعض تحفظات لكن ما نتصورش أنه بالنسبة لبشي مس من إعطاء الثقة للحكومة. بالنسبة لي أهم تحفظ اللي نجم نأكده لك من جهة نداء تونس هو في محدودية تمثيل العنصر النسائي. إن النجم يضر منح الثقة، ولكن إحنا حاجتنا بالمبدأ، إحنا حاجتنا بالمبدأ. الناس هذوما لو ما كانش بيناتهم صراع مصالح رهم يعني على قاعدة واحدة وعلى وتيرة واحدة يمشوا. أنا ما نعرفش الشق بتاع نداء تونس، أنا نعرف نداء تونس وكلهم فرد فكرة، كلهم فرد أسلوب. إذا كان تغشش نتصور واحد خاطر ما خدش بقعة ربما، نتصور خاطر تحالفهم مع النهضة، لأن النهضة مش لأنها ما تحبش تغير، لأن كان تحالف مع النهضة باش يخدم البلاد. أنا مانيش ضده، ذوكم زوز أحزاب انتخبهم الشعب، علاش لا، يعني مانيش ضد التحالف في حد ذاته بقدر ما ضد موضوع التحالف وطول المظهر بتاع التحالف اللي ماشي في اتجاه انهم يقسموا كما قلت لك النظام. ما خبيها عليك، احنا توا حاليا نعيشوا في صراع مرير بين دورنا كلواب حزب حاكم وحزب اول في الانتخابات، وبين دورنا ذاك في انه نقولوا كلمه الحق.
وذلك هو علاش انتخبنا الناس. نقول لكم اذا كان ثم تحوير لم يرقى الى مستوى انتظارات الشعب التونسي، واذا كان ثم تحوير ما انتظروش او ما توقعوش منه اضافه نوعيه باش تساهم في تطور مردود الحكومه، بصراحه نشوفوا من الواجب ان نعبروا على الشيء هذا، مش في دار انضباط حزبي نشطوا حتى على امور نعرفها اللي هي ماهيش مش تؤدي بنتيجه ايجابيه تخدم البلاد. وهذا هذا الصراع ما كي تم شكون مستعد باش يعبر على هذا الموقف بطريقه ما يحسبش حساب اي حسابات اخرى حزبي، ثم شكون يقول لك لا في اطار انضباط حزبي في اطار انتمائي لحزب تونس حزب الحاكم يلزم نقبلوا هذا التحويل في انتظار ما تخفيه الايام القادمه. للاسف وضعيه صعيبه برشا، وضعيه صعيبه برشا سواء للنواب وللاحزاب وللبلاد بصفه عامه.